هل تهدأ جبهة لبنان المشتعلة وهل ينجح هوكشتاين في إبرام هدنة خلال الأسبوعين المقبلين؟ حديث يتزايد عن إمكانية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، فترامب العائد للبيت الأبيض لا يريد من سلفه بايدن أن يرث ملفات ظلت عالقة فترة حكمه، خصوصا الحرب في المنطقة. موقع أساس ميديا كشف أن خطا مباشرا بين ترامب وإيران قد فتح، وأن حوار باريس مع إيران في تقدم، وهذا ما يمكن أن ينتج هدنة قريبة في لبنان يليها تنفيذ بنود خارطة الطريق لتنفيذ القرار 1701. وكشف أيضا بحسب مصادر في الإدارة الأمريكية الحالية بنود خارطة الطريق التي سيأتي بها هوكشتاين، وتتضمن إعلان هدنة شرط التزام الطرفين تطبيق القرار الدولي 1701 وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وبدء المفاوضات لتثبيت الحدود وتطبيق 1701 بشكل تكون فيها الدولة مسؤولة عن التطبيق. اللافت أن هذا الاتفاق غير جديد، وسبق أن عرض على لبنان قبل الحرب أكثر من مرة وتم رفضه. مصادر الإدارة الحالية بحسب الموقع ترى أن نتنياهو أوشك أن ينهي مهمته ومستعد للذهاب إلى اتفاق في حال كانت ضمانات تطبيقية موجودة. أما ترامب فهو الرابح الأكبر، إذ قال إنه يريد الدخول إلى البيت الأبيض من دون حروب ووعد بأنه سينهيها، وتعهد للبنانيين في رسالة مكتوبة بإنهاء الدمار وإرساء السلام ولن يمانع أي اتفاق.